مشاهدينا نتابع مع بعض دلوقتي أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيرأس اجتماع مجلس الوزراء ثم يعقبه مؤتمر صحفي. النهاردة بتوقع وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وده لتنفيذ عدد من مراكز تنمية الأسر والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. النهاردة هيعقد مجلس إدارة النادي الأهلي مؤتمر صحفي في مقر النادي بالجزيرة لتوقيع اتفاقية تعاون بين الأهلي ومنظمة اليونيسف، وتوصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع منظمة اليونيسف من أجل التعاون في عدة مجالات ضمن اختصاصات المنظمة الدولية في إطار سياسة النادي ومجلس إدارته في الارتقاء بالدور المجتمعي لعائلة الأهلي وأعضائه.